أخبار اليوم. عشان جدع مات في الغربة مالوش موال، حسك تدوم الممالك التنابل لم اسمع رواية لحسن النمسي ونعيمة. غنى الكروان وألحان النغم شبابي، طلعوا البنات في العلا شبابي، حددها الوحيد أين بلد ويا، راحت له بلده وقالت له فايت أبويا ويام، والعرض نصان وانت يا حسن مشغول، قال يا 300 مرحبا لما أتيت يا جميل، ولا يمكن أحادي جميل، قال لأمه اكرميها غيت الكرم وجميل، رحنا حداهم لقيناهم كرام وهنا، بنت الأكابر ما شافتش تعب وهنا، والعرض غالي والإنسان ويعيش في هنا، وما دام أتت عندنا يبقى الجميل لدنا. مبهى حبيبها ومبهى بختها اللي مال، لا ذنب سوت وجات الاهل ثبتها، قتلوا الجدع ظلم من غير ذنب ثابتها، وقالت له الراس حدايا في قعدة تبني بثبتها، جوام ثبتها بخط اللي صار عمال على ناس اندى الخان الود العشرة. سنة 26 شهر 2 يوم 10 جلسة سريعة وفيها الحكم تأكيدا، ببراءة العمدة ويا الشيخ تأكيدا، واخوها وابن عمها خدوا من الحكم تأبيدا، وابوها لكبر سنه عطوله من السنين 10.